زي ما بيحكي لك المثل، الجار قبل الدار، يعني لازم تختار جارك قبل دارك. ولكن شو الحلو في كندا؟ طبعا هاي بيت وهاي بيت، هذا هون بيتي، وهاي بيت وهاي بيت وهاي بيت، هذا حال البيوت في كندا، شايفين هذول هم. ولكن شوفوا شو الحلو في الموضوع، انه كل في بيت في باب بدخلك عند الجار، فتصميم البيت انعمل على انه يكون في ثقة ما بين الجيران. فشوفوا شو الحلو في الموضوع، يعني انا مثلا بدي اروح عند جاري اللي هون، طبعا ما بروح عليه زي هيك، ما هو مش انه بس بروح عليه بفوت عنده على البيت، لا، بس شوف هاي صرت عند جاري في البيت، بس مش بروح عليه وبفوت بدون ما احكي له. الفكرة في الموضوع انه الثقة الموجودة ما بين الجيران زي ما شايفين هون.